هل حدث تدرج في صيام رمضان كما حصل في تحريم الخمر؟ التدرج كان موجودا، تدرج في الصلاة، تدرج في الجهاد، تدرج في الخمر، في تحريم الخمر، تدرج في الصيام كذلك. ففي الصلاة كانت في أول الأمر صلاتان، كانت في أول الأمر صلاتان، كان الشخص يصلي الصبح ويصلي العصر، وبعد في رحلة الإسراء فرضت 5 صلوات. والتدرج كان في الخمر، في تحريم الخمر، يسألونك عن الخمر أول إباحة، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، وبعدها يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير منافع للناس، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الجهاد، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، امتنعوا، وبعدها إذن بالانتصار ممن ظلم، وبعدها أمر بقتال المشركين كافة. الصيام كان في أول الأمر صوم عاشوراء، وبعد جاء صوم رمضان، أو فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم، وبعد فمن شهد منكم الشهر فليصوم.